ما تيجي يا عم نطلع نقعد بره بدل الكتمه دي. يا عم انا بحب الكتمه، انا بحب الكتمه. بعدين انت مالك متضايق كده ليه انت كمان؟ سعيد يا فوزي، انا مش فاهم طالع لنا منين ده؟ ما كنا خلصنا منه ومرتاحين. هو بيرازيك؟ بيرازيني؟ ده خانقني، ده طابق على مراوح صدري. خلي بالك سعيد ده دماغه سم. هتسمم اهو، ويا ريتها جت على قد كده. ده نازل زن على دماغ امي، مشاريع ومش مشاريع وعايزها تشاركه. تشاركه؟ مش لما يدفع اللي عليه الاول. ده مستلف مني فلوس لغايه دلوقتي ما رجعهاش. بقول لك يا فوزي، انا الحكايه دي مش داخله دماغي. بقى انت كان معاك فلوس وسعيد كان مستلفها منك. يا ابراهيم انت مالك مستقل لي كده ليه يا ابراهيم؟ يا عم مش مستقل بيك ولا حاجه، بس انت يعني انت مقلب طوب الارض، يجي سعيد يعلم عليك ويقلبك. مقلب طوب الارض؟ ما تنقي كلامك يا جدع. يعني انت مفوق منه تقوم شاتمني انا؟ يا عم بقى خلاص، ما تاخدهاش على صدرك قوي كده. انا كل اللي هامني ازاي اوزع الجدع ده قبل ما يبلف دماغ امي ويقشطها. يقشطها بس؟ سعيد يقدر يعمل اكتر من كده بكتير. هيعمل ايه يعني؟